اهلا بكل المشاهدين في البيوت وكل اللي قاعدين في الكافيهات وكل اللي واقفين في طوابير السولار وحلقه جديده في الليله مع هاني. من واحنا في اللفه اهالينا ومدرسينا والمسؤولين عننا بيقعدوا يقرفونا كل شويه بكلمه الوقت من ذهب الوقت من ذهب الوقت من ذهب. ومرت السنين وكبرنا وبقينا بنسأل الوقت فين ذهب؟ الوقت فين ذهب؟ موضوع الوقت ده هو اللي خلاني أتكلم فيه بصراحة موضوع معين، هو طوابير السولار اللي أنا قاعد بشوفها يوميا. حطيت نفسي مكان السواق الغلبان اللي بيقعد في عربيته بالأربع خمس ساعات كل يوم علشان يحط سولار، وقعدت أفكر هو وقت الراجل البسيط ده ملوش قيمة عند الحكومة؟ يعني بيضيع 10 ساعات في الزحمة كل يوم وخمس ساعات عشان يحط سولار وساعتين يحمل البضاعة وساعتين في طابور العيش ده إذا لقاه طبعا، ولو قلنا بينام 6 ساعات منهم ساعتين صاحي وشقيان عشان الواجب الوطني كده يتفضل له ساعة من ال 24 يا دوبك ياكل ويشرب ويصلي ويفسح عياله ويتفرج على التلفزيون ويخلص مكالماته ويصلح السفون ويتكلم في السياسة ويتخانق مع المدام ويصالح المدام ويزور حماته ويقعد على القهوة ويرتاح شوية وبعدين ينزل ياخد عربيته علشان يضيع 23 ساعة من عمره تاني. دلوقتي طبعا واحد مثلا من الحكومة يكون بيتفرج علينا دلوقتي يا نهار اسود، هو السواق ده عنده ساعة فاضي فيها؟ ده ممكن في الساعة دي يشغل فيها دماغه وساعتها مش بعيد يقلب علينا. لا 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 لا، لازم نعمل له أي أزمة، عايزين نضيع الساعة ديت عليه بأي شكل. طب نعمل له إيه؟ نعمل له أزمة فول تسحب من الساعة نص ساعة ويعيش نص ساعة في اليوم، حلو عليه خلاص كده. إيه كويس أو إيه هينهب؟ آه يا بلد آه، أهو الراجل الغلبان ده مش بعيد لما يموت ويطلع يتحاسب مش هيلاقوا حاجة يحاسبوه عليها، هيقول لهم عايزين تحاسبوني؟ حاسبوا الحكومة والحكومة ترد، ده لو لقت حاجة تقولها يعني. ما هو أصل الحساب بيبقى للناس اللي عاشت وخدت حسنات وعملت سيئات، ده يعني لو كانت عاشت أساسا. أصل الراجل ده ما عاش يا جماعة، الراجل ده مش ناقص، ده ما خدش حاجة غير ولا بلاش بلاش، هو مش ناقص يعني. أنا سمعت كمان إن الفترة اللي فاتت المدارس بتبعت لأهالي الأطفال وتقول لهم الباصات مش هتوصل للعيال علشان ما فيش سولار، وبتقول لهم انتوا هاتوا العيال المدرسة بمعرفتكم. هو احنا لسه شفنا حاجة؟ بكرة عشان تدخل ابنك المدرسة بدل ما تعمل انترفيو تاخد لهم جيرك السولار رشوة. عارفين الفيلم اللي جاي في العيد اسمه ايه؟ اسمه سلفني 3 سولار. ولو حد فتح كافيه جديد عشان يجر رجل الزبون هيسميه سولاري. لا ولا الاغاني بقى، استنوا بقى استنوا بقى، ده الاغاني بعد كده هتنزل وتكسر الدنيا. حط في الموتور وتهنى لو لقيت سولار واستنى